يواصل المنتفضون تظاهراتهم وإضرابهم واعتصامهم في الطرقات والساحات والميادين حتى تحقيق مطالبهم، في وقت تصر فيه الحكومة وأحزاب السلطة على قمع التظاهرات بكل الوسائل رغم الإدانات الدولية والحقوقية للعنف المفرط ضد المتظاهرين العزل والسلميين. مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. أهلا بكم دكتور رافع. حياكم الله. أهلا ومرحبا أستاذ محمد. ومن بغداد معنا الناشطة المدنية دكتورة ذكرى عبد الصاحب. أهلا بك دكتورة ذكرى. شكرا جزيلا. أهلا بك. إذا بدأت معك دكتورة ذكرى، يعني بالبداية، إلى أي مدى ترين زخم التظاهرات واستمرارها وتدفق فئات جديدة الآن إلى الساحات من المتظاهرين العراقيين؟ حقيقة نحن يوم غد سندخل يومنا الخمسين، اليوم الخمسين على انتفاضتنا من يوم 1/10/20. حقيقة انتفاضتنا البيضاء السوداء في وجه الشغب. فهذه ولحد الآن المتظاهرين والثوار يتوافدون باستمرار، رغم بعض يعني بعض الدوائر ما انطت استراحة للموظفين، مثلا التعليم عالي والتربية، من اول الموظفين ان يجون، ما يلحق الموظف يروح لبيته ويرجع العصر، او احيانا قسم يرجعون لكنهم معظمهم ما يشاركون. يعني لو كان كل الشعب مشارك لكانت بغداد غصت بالناس حقيقة، وشوارع ما كفتها ولا الساحات. ما شاء الله تكاتف وتحابب، وما شاء الله يعني الأكل والرعاية والخدمة، وحتى عملوا مستشفى، صار مستشفى ميداني، سراير وأجهزة، ويعني حتى ممكن عمليات ممكن يسوون بها الحمد لله. دكتورة، أكثر من 700 إصابة خلال التظاهرات أدرجت ضمن الإعاقات المزمنة، بما تفسرين استمرار القمع المفرط من قبل القوات الحكومية ضد المتظاهرين؟ والله هذه خسارة للحكومة، أنه بدأت تضغط على الشباب وتدمرهم وتأذيهم لأنه حست بالخسارة، وإلا لو كان يعني هم مرتاحين ما مشكل لهم الجماهير رعب ما كانوا يتصرفوا بهالشكل. هاي هستيريا آخر، يقول والطير ينزفوا شلون يرقصوا مذبوحا من الألم. هذول اللحظة الأخيرة هم يعانون ويستنزفون يعني الشباب ويأذوهم ويضغطون عليهم. طب لجنة حقوق الإنسان النيابية اتهمت القوات الحكومية بالافتقار لثقافة استخدام القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين، هذا اتهام خطير من قبل لجنة حكومية موجه إلى القوات الحكومية. طيب أين إذن حديث وزير الدفاع عن الطرف الثالث؟ أين حديث الحكومة أن هناك مندسين؟ طيب هذه اتهامات مباشرة أن القوات الحكومية بقنابلها المسيلة للدموع على الأقل هي التي سببت هذا العدد الكبير من الإصابات، بغض النظر طبعا عن إطلاق الرصاص الحي. ما قيمة هذا الاتهام في هذا التوقيت؟ نعم، إصابات واعتقالات واستشهاد. يعني حقيقة يعني أنا قلت لحضرتك أن الحكومة خسرانة، فبتدور على شماعات، يعني بحيث هذا وزير الدفاع كل ساعة يصرح في موضوع معين، مرة يقول طرف ثالث، مرة يقول، يعني كل مرة يصرح في شيء، كلها هذه ضده طبعا، لأنه يعني هسه الشعب طبعا هم هسه ما يقدروا معلقين بين الخارج وما يقدرون يجون للعراق، لأنه العراق بس يجون ياكلهم الشعب لحم بدون سلاح، لحم بإيديهم ياكلهم، هالقد ما أذوا الناس، هالقد ما جمروا قلوب النساء بأولادهم. دكتورة، هل يعني تعتقدين أن الحكومة في بغداد نفد صبرها بعد محاولات الفض المستمرة للساحات وفشلها؟ بالضبط، نعم، صار اليوم الثالث تقريبا احنا ما نسمع فعاليات من عندهم، بس منذ يومين أو يعني تقريبا يوم الثالث ضربونا اخر شيء، بحث عند تلاحظ صوتي ضربونا فلفل وخردل اخر شيء بالليل، يعني قبل ما نجي نرجع للبيت. فانا حسيت نفسي كل شيء تأذيت، يعني يأذون الناس، الجماهير المتظاهره المنتفضه بيأذوهم، بيضغطون عليهم وبيضربون الشباب بقوه، حتى اكو ناس مندسين من بياناتهم يجون يضربون الشباب وياخذوهم يسرقوهم من الساحات، يعني جماعتهم هم، يعني اكو احزاب، اكو جماعه الشغب، اكو عسكريين استغلوهم كانوا بالدوله مستفادين من هذول المسؤولين. نعم دكتورة، يعني الآن نلاحظ ونشاهد هناك تمدد من قبل المتظاهرين تجاه الجسور، جسر السنك، جسر الأحرار، جسر الجمهورية، كيف تابعتي هذا التحرك من قبل المتظاهرين وما الهدف من ورائه؟ والله الشباب مندفع، يعني احيانا احنا نحاول من خلال الجروبات نقول لهم لا تندفعون زايد، لانه لتزيد الاضرار، احنا اولادنا عزيزين علينا وما نريدهم يتاذون، فنحاول نحد من حركتهم، لكن هم مندفعين، يعني يردون الا يعبرون على الخضراء ويردون يحرقون السفاره الايرانيه، صراحه احكي فيها، لانه ايران دمرت الشعب.
زين، فبيحاولون يوصلون للسفاره، كل محاولاتهم يوصلون للسفاره يريدون يعني اي خاصه يعني اشوف حتى بعض الشباب يستفزون يعني يغلط عليه ويضربه بحجاره يستفزوهم يعني حتى شنو حتى يردون عليهم حتى هم يتقدمون. يعني كلش تعبوا القوات يعني يا شباب كلش تعبوا القوات يعني تعبوا طابه بال انت حضراتكم شفتوا بعض الفيديوهات يضرب المسيله يرجعها على الجيش يعني يلعبون بها طوبه يعني كانوا كيف ترين اثر هذا القمع على المتظاهرين وهل استطاع ان يغير من عزيمتهم في الاستمرار حتى تحقيق اهداف الثوره مثلا؟ ابدا ابدا بالعكس كل ما هم يضغطون كل ما الشعب يعني يريد اكثر حقوق من عندهم بالعكس يعني يريد يفشلهم ويسقطهم اكثر لانه يكفي يعني دمروا البلد دمروا الشعب يكفي ما وصلونا اليه يعني احنا صرنا لا جواز نبي خير لا ملتنا بها خير للانسان العراقي محترم برا فالشباب رجعوا القيمه للانسان العراقي بصراحه يعني كنا قبل نقول احنا ايام السبعينات والثمانينات كنا نقول نقرا احنا وطنيه فالوطنيه موجوده عندنا لكن هالشباب ما يقرون وطنيه ما عندهم وطنيه لكن لا والله الوطنيه بالفطره موجوده يعني باقيه بضمير الانسان يعني الانسان لما ينولد على هذه الارض وياكل من خيراتها ويحبها راح ينتمي لها فالوطنيه باقيه بضمائر العراقيين يعني ما شاء الله شبابنا كنا نتوقع من عندهم هذا اللي يطلع من عندهم صراحه. ما اخبار الاضرابات في البصره ميسان وهناك مدن اخرى ايضا شهدت اضرابات ما اخبار هذه الاضرابات والى اين وصلت الان؟ والله باقيه مستمره ويعني صور اكو فيديو اذا شفتوه يعني حتى المحافظ بيجي من اكو عندهم فاتحه للشهيد الشيخ العشيره طرده قال لك تفضل تضحكون علينا تفضل اطلع. نعم. وايضا اود ان استفهم من حضرتك ماذا عن الطلبه ومشاركتهم في هذه الانتفاضه في هذه الثوره وكيف ترين تفاعل الشريحه الطلابيه الان؟ ما شاء الله الطلبه يعني الله يحفظهم حقيقه كلش مندفعين ويعني ايش قد الوزاره يقولون داوموا في الامتحانات لكن هم يعاندون ويجون بس من عندهم ما راحوا امتحنوا يعني لان اكو طهم دور ثالث بس من عندهم على الساتر ما قدروا يعني ما قدروا يجون يمتحنون خطيه فان شاء الله الله يوفقهم دفاعهم كلش قوي الحمد لله والشكر طبعا وبالنسبه يعني تروح للساحه تشوف التحابب والاكل موجود يعني بعض الشابات يجيبون من بيوتهم علاليق من الاكل يوزعوها للناس المتظاهرين وايضا سيارات الحمل تحمل جدور قدور يعني توزع اكل للناس ايضا العوائل تتونس بس من عندهم يجون يتونسون حتى فرحه يعني على اعتبار احنا انتصرنا يعني الحمد لله والشكر هذا حسره الحكومه بهاي الزاويه هو نصر بحد ذاته لهذول الشباب وللشعب وللبلد فيجون يتونسون بالحديقه يقعدون يفرشون جواليات وزوال يجون يم اولادهم. دكتوره هناك من اطراف حكوميه او مؤيده للحكومه هناك من يعول طبعا على انهاء هذه المظاهرات وينتظر التغيرات المناخيه العوامل الجويه ربما الامطار او غيرها هل هذه الامور قد تساهم او تساعد في تخفيف حده المظاهرات انهائها التاثير على المتظاهرين على سبيل المثال؟ لانه اكو عندنا مكانات يعني هاي العمارات اللي دايره لهذا ممكن يحتمون بها وعندهم خيم طبعا وايضا عندهم فراشات يعني صور البارحه انا من رجعت بالليل قالوا عندنا جروب يحكون عليه قالوا انه الشباب استغاثوا انه تغير الجو بطانياتهم ما تكفي قسم مبلله لانه يلفون بها هاي المسيلات يلفوها بها حتى لا تاذيهم مبلله عندهم فقالوا ما شاء الله جت سيارات الحمل بحيث غصت الساحه بالبطانيات يعني هيجي بس يقولون نريد فلان شيء ادويه طبعا بس يقولون ركض الناس الخيره والناس التجار ويعني حتى احنا من بيوتنا اخذنا الطرح انا رحت من جيبي اجهزه لهم ووديتهم. نعم. دكتوره هناك تسريبات خرجت بوثائق تؤكد تورط هذه القوى هذه الجهات الحكوميه مع ايران علاقات قويه النفوذ الايراني والسيطره الايرانيه والهيمنه الايرانيه كل هذه بوثائق سريه نشرتها صحيفه نيويورك تايمز. كيف تابعتي رد فعل المتظاهرين على هذه الوثائق التي خرجت الآن؟ حقيقة هو رئيس الوزراء ليش ما يستقيل؟ ليش متشلب بالكرسي؟ لأنه هو بالبداية راد يستقيل وكان يوميا حتى بالبداية أول ما انتخبوه يوميا يقول أنا الاستقالة بجيبي، لكن إيران متشلبين بينه مصالح ما يخلوه يستقيل وما يخلون الحكومة تتفكك وبعدين الرئيس الجمهورية أيضا العنصري لأنه يعني ينحاز إلى ملته يعني هذول ما يرضون انه يعني يتاذون يعني الشمال حقيقه بيسرقون من النفط مالتنا لما يعني اذا ان شاء الله انتصرنا راح ينحرمون من هذا هاي السرقات وهاي الفلوس اللي بياخذوها صراحه.
في سؤالي الأخير لك دكتورة، هناك ملف خطير جدا وتهديدات تواجه المتظاهرين من أهمها الاختطاف. ماذا عن مصير المختطفين من الناشطين المدنيين في التظاهرات؟ وكذلك هل تعتقدين أن هناك خوف يلمسه المتظاهرون من هذه التحركات أن كانت ميليشياوية أو حكومية؟ ابدا بالنسبه للشباب لا ابدا، انا ما اشوف عندهم خوف. يعني حتى نزلوا فيديو بولد انه شاب خطيه يعني ضاربه هذا الجرميخ ما اعرف شنو هو، فنقول لهم يابا لا تروعون الشباب، ما نريدهم يخافون لانه هم مندفعين، ما نريد نخوفهم، خلوهم على سجيتهم على راحتهم لان كلش مندفعين. فحقيقه يعني والله ما اعرف ملف الاختطاف دكتوره. قبل شوي اتصل بي من اصدقائها قال اذا عندكم يبدو ان الامم المتحده ستتدخل بالمختطفين وتحاول تفرج عنهم. فقال لي دزي لي اسماء اذا عندكم، ويا ريت انت من خلالكم اذا احد يسمعنا يا ريت اللي عنده مختطف يعني يدز اسمه لنا حتى نوديه للامم المتحده من خلال هذا الولد الصديق. قالوا يا ريت اسم امه ايضا لانه يبدو اكو دول راح تتدخل والامم المتحده ايضا راح تتدخل وان شاء الله يطلعوهم بالسلامه. شكرا جزيلا للدكتورة ذكرى عبد الصاحب الناشطة المدنية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. أعود للدكتور رافع الفلاحي، أكرر لك التحية دكتور مرة أخرى. أهلا ومرحبا. نبدأ من حيث انتهينا مع الناشطة بقضية الملفات والوثائق التي سربت عن طريق صحيفة نيويورك تايمز. الآن هناك تمدد إيراني كشف لهذه الأمور، طبعا هو تأكيد أكثر على الوضع. كيف ترى توقيت تسريب هذه الوثائق الآن مع هذه المظاهرات في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ محمد، هذه يعني ربما الأخبار التي قالتها نيويورك تايمز بعض من يعني غيظ من فيض الحقيقة، وأهل العراق يعرفون كل هذه الأخبار، لكن أهمية هذه الأخبار أن تخرج بوثيقة، وثيقة من جهات رسمية وإعلامية كبرى مثل نيويورك تايمز وراها الولايات المتحدة الأمريكية. هذه لم تسرب يعني لهذه الصحيفة من دوائر مدنية، هذه سربت من دوائر رسمية. هذه تابعة لدوائر رسمية، هذه لها دلالات الحقيقة. هذه جزء منها، يعني هذه الحكومات كلها من عام 2003 لحد الآن كل شخصيات العملية السياسية ينكرون خيانتهم للعراق، ينكرون كل هذا الخراب وكل هذا الدمار وكل هذا، حولوا العراق إلى مطية إلى إيران، يعني أموال العراق. وستخرج وثائق الآن، أنا أعتقد كل هذه الأطراف، أطراف العملية السياسية وكل من هو قريب من العملية السياسية الآن يعني ربما يتحسس أصابعه، يتحسس رأسه. الآن كلهم لديهم ملفات، وهذه هذا ديدا الأمريكان. الأمريكان هذا وضعهم، هكذا تعاملهم مع كل من يتعامل معهم من خونة وأجراء. هؤلاء الأجراء بهذا الشكل يعني. وتاريخهم وكل الدول، كل الدول التي تستعمر دول وهناك من يخدمها من الأجراء هكذا تتعامل معهم، وبالتالي ترميهم تدوسهم الأقدام مثل يعني الفئران الميتة، ترميهم في المزابل. وهذا حالهم الآن. بدأت الوثائق تخرج وستخرج كثير من هذه الوثائق، وعليهم أن يتحسسوا رؤوسهم الآن. أنا أعتقد هم الآن في رعب، لأنه ستخرج وثائق كثيرة تدينهم وستظهر. هذا جزء بسيط، ونحن لدينا 17 سنة. لاحظ كمية الوثائق التي يمكن أن تخرج، والأمريكان سجلوا كل شيء. يعني مو لأنهم خيرين، ولا لأنه هذه هي اللعبة بهذا الشكل. هم هكذا يتصرفون مع كل الخونة وكل العملاء وكل كل الأجراء. إيران نفس الشيء، تسجل عليهم هذه الأشياء لكن لن تفيدها، لأنه إيران مدانة، ستخرج إدانتها بهذا الشكل. يعني هذه جزء من تأكيدات الآن أنه هؤلاء الذين خرجوا للتظاهر على حق، وهذه الحكومات والعملية السياسية على باطل. وقضية إصلاح، وقضية الحديث عن إصلاح وتغيير وزراء، يعني الآن عادل عبد المهدي والناطق باسم رئيس الوزراء يسمى هذا سعد الحديث، يتحدث عن يعني إصلاحات كبيرة انتظروها، راح نشيل 10 وزراء وإذا بدلت كل الوزراء. مو هاي القضية، القضية أن الشعب لا يثق بكم، لا يريد منكم أن تغيروا شيئا، لا يريد أن تغيروا قانونا، لا يريد أن تغيروا دستورا، تعدلوا دستورا، أنتم غير موثوق بكم. هذه عمليتكم السياسية، والآن بهذه الوثائق، والوثائق التي ستخرج أيضا وكثيرة ستخرج. يعني من زمان كان الناس يتحدثون أن الوثائق ستخرج،
ستفضحون، يعني ستشر هذه أفعالكم النجسة هذه على العبال والناس ستراها، ومهما أنكرتم هناك وثائق تدينكم يعني، وبالتالي ستدانون. الآن القضية بين الشعب، يعني هذا الشعار اللي رفعوه المتظاهرين لو إحنا لو أنتوا، يعني باللغة العراقية العامية هذه لو إحنا لو أنتوا، هذا حقيقي الآن، هو فعلا هذا على الأرض. طيب. لو الشعب لو هذه العملية السياسية وكل رموزه وكل، لأن ذولا مجموعة من الخونة رهنوا العراق بأمواله بتاريخه بثرواته بسياساته بحقوقه بشعبه، رهنوا حتى شعبه لشعب آخر لدولة أخرى، واستغل استثمروا في الشعب لصالح دول أخرى، استثمروا في أموال العراقيين لصالح دول أخرى. هذه الحقائق تؤلم هذا الشعب المسكين اللي ضحى واللي هو من أفضل الشعوب. ودعني أقول يعني وهذا ليس انتقاصا من أي شعب في الدنيا، الشعب العراقي شعب يعني مبدع، شعب راقي جدا، شعب عدا أنه يعني عمق بالحضارات 8000 سنة و 10000 سنة في 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 تاريخ الحضارة، وهو من أسس الحضارة، لكن هو شعب ملهم، شعب يقرأ، شعب مثقف، شعب له من الطيبة الكثير، له من الكرم الكثير، له من الرؤية الواضحة الكثير. هذا ليس انتقاصا مثل ما قلت من أي شعب من يعني هذا شعبنا العراقي، ويجب أن نفتخر به، وهذا جزء من افتخارنا بشعبنا وافتخارنا بجنسيتنا وبأهلنا. هذا الشعب هو ذول أولادنا، ذول اللي بالساحات وبالطول، هم ذول أولادنا، هم خرجوا من رحم هذا الشعب. فبالتالي هؤلاء عارفين وين ذاهبين، وعارفين يعني لديهم القدرة العقلية على تمييز الأمور، تمييز الأبيض والأسود. وصلت الحالة الآن إلى فراق، انتهت، نحن ننتظر اللحظة الفارقة، هذه اللحظة الحرجة التي ينقلب فيها الحال. يعني هؤلاء الآن الذين أقول يتحسسون رؤوسهم عليهم، ربما أنا لا أتمنى أن يهربوا، أتمنى أن يمسكوا ويحاكموا وتأخذ كل حقوق العراقيين منهم، لكن أنا أعتقد أنه فرصتهم الآن بالهرب وترك كل شيء، لأنه أنتم تواجهون هذا الشعب بالحديد والنار والقتل والرصاص، على ماذا؟ لكي تدافعوا عن فسادكم وخرابكم ورهن البلد إلى دول أخرى تستفاد من عنده، والعراقيين محرومين والجهل وأمراض وفقر. بالحديث عن إيران قليلا، هذه الوثائق قالت أن إيران استطاعت من خلال جواسيسها، من خلال عملائها، أن تستغل ثغرة من الوجود الأمريكي لمصلحتها، وجعل بشكل ما تفوقا إيرانيا على الولايات المتحدة في العراق. هل الولايات المتحدة بهذه السذاجة لتدع إيران تسيطر على الوضع في العراق بالثغرة التي وجدت؟ لاحظ الإيرانيين، ويجب أن نقولها، يعني إيران لم تتمدد إلا تحت المظلة الأمريكية، من سمح لها بالتمدد هي أمريكا. أمريكا أساس البلاء كله، عندما احتلت العراق ودمرت كل شيء به، هي التي سمحت بالتمدد الإيراني بهذه الطريقة. وحقيقة هي رعت التمدد الإيراني، وهي لكن هدف يعني هذا التخادم الإيراني الأمريكي في العراق يتوحد في الهدف، الهدف هو تدمير العراق، إضعاف العراق، جعل العراق ضعيفا جدا، وهذا هدف تشترك فيه أمريكا وتشترك فيه إيران. أمريكا تريد عراقا ضعيفا غير قادر أن يقف على رجليه ويبني نفسه ويبني نموذجه الخاص به، لأنه هذا عنفوان العراقيين، هذا جزء من اعتزازنا بشعبنا وبناسنا وبأهلنا، لأنه بهم شيء متميز ما موجود بكل الدنيا، ما موجود بكل شعوب الدنيا، هذه هي الحقيقة. وهذا أيضا أقول مرة أخرى، هذا ليس فيه انتقاص من أي شعب من الدنيا، لكن هذول العراقيين هذا تاريخهم، هم هكذا يعني سبحانه وتعالى خلقهم بهذه الطريقة ووضعهم بهذا الموضع. فبالتالي هم تخادموا، الأمريكان والإيراني يعني أمريكا تخادمت مع إيران لجعل العراق ضعيفا، وتركت العراق بيد إيران، هي من سمحت لإيران أن تتمدد وأن تتغول وأن تنشئ ميليشياتها. هذا واقع الحال الآن. من استدعى نشر هذه الوثائق، من دفع بهذه الوثائق، هي هذه الثورة الشعبية، هذه ثورة العراقيين، هالشباب هم الذين أجبروا العامل الدولي وأجبروا أمريكا على أن تدفع بهذه، وهذا قيمة هذه الوثائق الآن، لأنه جاءت في وسط ثورة العراقيين في هذه الانتفاضة وهذه الثورة المباركة اللي على الظلم والفساد والخراب والطائفية والفكر، ومن نشر الطائفية، من نشر
بريمر قبل يومين يعني في لقاء مع احدى القنوات الفضائية ما زال يدافع عن النسب السكانية ونسب المذهبية بطريقة غريبة عجيبة. هذا الكريه هذا الحاكم الأمريكي للعراق هذا المجرم، عندما سئل قبل سنتين يعني مين لك هذه النسبة من أي، قالوا لي من قال لك، قال هم الأحزاب التي والآن يدافع عنها بهذه الطريقة ويريد أن يمزق الشعب. فهي الفكرة فكرة أمريكية وفكرة ربما بريطانية في الأساس، هي فكرة أن تمزق هذا الشعب الطائفية والتخريب والأقليات والأكثريات بهذه الطريقة وإدخال إيران بهذه الطريقة. إيران لم تكن لتدخل العراق لولا الأمريكان، هذه هي الحقيقة. الآن ربما موازين القوى اختلت على الأرض، إيران تريد، أمريكا تريد تصحح، لكن الحقيقة من استدعى كل هذا هي الثورة، ثورة الشباب، هي من أجبرت الجميع وستجبر الجميع على احترام إرادة الشعب. دكتور، كما نشاهد طبعا هناك مقاطع على الشاشة سنشاهدها مع حضرتك عن اعتداءات للطلبة، اعتداءات من قبل القوات الحكومية على طلبة المدارس، وحتى طلبة المدارس طبعا لم يسلموا من هذا العنف. فنشاهد مشاهدينا الكرام. كما شاهدنا مشاهدينا الكرام، كما شاهدت دكتور بهذه الوحشية، أشبال وشباب، يعني هي هاي المصيبة الكبيرة. لذلك هذه التظاهرات خرجت، هذه هو واحدة من الصور اللي خرجوا عليها الشباب. يعني عندما نقول إنه الوطن ينشئ جيش إلى وينشئ قوى أمنية إلى الجيش، مثل ما يقول أهل العراق، الجيش سور للوطن. سور الوطن يحمي الناس، وهو جيش الشعب وليس جيش السلطة، جيش الأحزاب. القوى الأمنية هي القوى التي تحمي أمن المواطن، مو تحمي السلطة. هي لا تحمي السلطة، هي موظفة عند الشعب، هي السلطة كلها موظفة عند الشعب. يعني هذه السلطة لو كانت سلطة خيرة وسلطة وطنية، هي موظفة عند الشعب. والشعب عندما يرفضها تتنازل بسرعة، لأن يعني الشعب هو الموظفة، هي معينة عند الشعب، وهي جاءت جلست على الكراسي لخدمة هذا الشعب، لتقديم شيء لهذا الوطن. هذه ميليشيات، هذه عصابات، هذه ليست قوى أمنية وليست جيش وليست شرطة. هذول لا يمكن أن نسميهم جيش ولا نسميهم شرطة، هذه عصابات ميليشيات. ولا كيف يمكن تفسير يعني شباب صغار طلاب مدارس 15 و14 سنة يهتف من أجل العراق، أنت تطارده وتضربه وتريد تعتقله وتستخدم عليه قوتك وشال سلاحك ولابس بدلتك العسكرية وتخوفه وترعبه وتضربه كيف أنت؟ وأنت تسمي نفسك عراقي وأنت حامي للأمن، أنت لا تحمي الأمن ولا تحمي نفسك ولا تحمي، وهاي بالتالي راح تحاسبون عليها. هذه كل هذه الأفعال تحاسبون عليها، هذه السلطات كثير منهم راح ينهزمون وتوقع براسكم. أنتوا بدل ما تنضمون للشعب وتوقفون ويا الشعب وتصيرون جزء من الشعب، لكن هذه عصابات الحقيقة، وهذه الفوضى الأمنية والخراب والدمار جزء من عيشتهم، جزء من مقاولات حقيقة. هذا العراق 17 سنة مقاولات بالأمن، ومقاولات بدماء الناس، ومقاولات بأرواح الناس وبيوتهم ومساكنهم وحياتهم وطوائفهم، هذه هي الحقيقة. فبالتالي عندما نقول أنه ميليشيات هذه ليست جيش وليست شرطة، كانوا يلوموننا، الآن الصورة واضحة، صورة تتضح هكذا، يعني هي واقع حال، لكن كان ربما توثقها كثير من المناظر والمشاهد، تدمير المدن، اعتقال الناس، الخراب، الآن بدأ بالشوارع. وكانت تقول عنها السلطة حالات فردية. حالات فردية، الآن بالشوارع والناس كلها تراها،
يقول له شباب يتظاهر شايل العلم وشايل كتبة على ظهره وطالع من المدرسة ده الظاهر هو يطالب بالحياة وواعي إنه وطنه مسلوب من عنده يريد وطن أنت تتصرف فيها بهذه الطريقة ومن قال لك تتصرف فيها ومن أعطاك الأمر بهذا وحتى لو أعطوك الأمر أنت تتصرف ويا ابن بلدك ابن إذا كنت أنت عراقي فعلا تصرف ويا ابن بلدك بهذا الشكل إذا أنت عصابة أنت عندك أجندة خارجية أنت عندك نموذج خارجي تريد تطبقه على ذول الأطفال تريد ترعب هذا الشعب وأنت سلطة لا تستحق أن تبقى في هذا البلد هذا الحقيقة دكتور الوثائق أيضا بالعودة إليها كشفت أن عبد المهدي هو طرف مقرب من إيران منذ فترة طويلة جدا ونور المالكي هي الشخصية المفضلة لإيران بحسب وصف الصحيفة الأمريكية الآن عبد المهدي ونور المالكي وهؤلاء هذه الشخصيات الآن ظهرت سابقا وثائق ويكيليكس التي أدانت أيضا نور المالكي لكن لم نرى تحركا فعالا إن كان من المجتمع الدولي إن كان من الولايات المتحدة تجاه هؤلاء ماذا عن الآن؟ يا أخي من البداية يعني هم ذولا يعني تربوا في إيران وإيران من رعتهم وإيران من يعني من مولتهم وهي من بنت لهم هذه الصور شكل هذه الصور فبالتالي يجب أن يخدموها هم أجراء لديها وهذه القضية ليست جديدة يعني من دعك من نظام وعوفك من نظام سابق حرب عندما تقوم بين بلد وبلد آخر مهما كان رأيك بالحكومة مهما كان وجهة نظرك في النظام القائم بس أنت أكو حرب بينك وبين بلد آخر أن تقف مع يعني أن لا تريد أن تشارك بلدك في القتال لا تشارك لكن أن تقف مع البلد المعادي لبلدك تقاتل معه ضد أهل بلدك هذه خيانة عظمى هؤلاء قاتلوا كلهم من هادي العامري إلى عادل عبد المهدي كلهم قاتلوا حملوا البنادق ضد الجيش العراقي والجيش العراقي كسنة وشيعة وكراد وعرب ومسيحيين وإسلام وكل الطوائف وصابئة هذا هاي حقيقة لو مو حقيقة الجيش العراقي كان بشيعة وبسنة وشهداء قدم بغض النظر عن النظام أنت ما لن تحدث عن النظام وهي مو قضية نظام الآن بعد 17 سنة أنت تتحدث لي عن النظام لكن هذا واقع حال هؤلاء الذين طيب هؤلاء انتقلوا إلى سدة الحكم إلى كراسي الحكم كيف سيتصرفون ما هم من البداية أجراء لديها وضد أعداء لبلدهم رؤيتهم للبلد رؤيتهم للوطنية مشوهة رؤية الوطنية عندهم مشوهة رؤية هذا البلد مشوهة عندهم أن يخدم بلدا آخر هو هذا الوطنية عنده هو هذا الإيثار فبالتالي ما يحصل في العراق ما يحصل من هؤلاء وهذه الوثائق تؤكد على حالة حقيقية وطبيعية في نفوسهم وفي عقولهم من كبرهم وضخمهم ونفخهم هي أمريكا وهي إيران يعني ليش أمريكا ما ساهمت بوجود ذولا هم هي اللي ساهمت هي من جاء بالعملية السياسية وجاءت بهم للكراسي الحكم الآن لكن هذه الثورة هذا الشباب اللي خرج ضد الطائفية ضد التقسيمات ضد الخراب والفساد هو من جعل من أجبر أمريكا وسيجبر الدنيا كلها على احترامه وتقديم كل ما يخدم تظاهراته وثورته من أجل إحقاق الحق هذه هي الحقيقة الشعب هو من يقرر بالتالي لا تستطيع لا أمريكا ولا إيران ولا كل الدنيا أن تقف أمام ثورة شعب هذه أخذ التاريخ كله هذه ثورات الشعوب الحقيقة دكتور ضمن الملفت ما ذكر أيضا عن نور المالكي في هذه الوثائق وغيرها أن باراك أوباما يعتقد أن نور المالكي هو الذي ساهم بإدخال تنظيم الدولة وهو الذي ساهم بهذه نشر هذه القوات الإرهابية طيب الآن هذه الوثائق أو هذا الحديث أو التصريح ألا يعد إدانة صريحة وتتوجب أو توجب الولايات المتحدة على التدخل من أجل اعتقاله مثلا يعني إلقاء القبض على من ساهم بهذا هذا إرهاب دولي الآن تصريح خطير ما هو قضية الإرهاب يعني هل أمريكا فعلا هي تحارب الإرهاب إيران هذه الإرهابية هي تحارب الإرهاب هذه الحكومات وأحزاب السلطة هذه اللي يحكمون العراق الآن هل من حقهم يعني هذه الميليشيات اللي تقتل وتذبح وتعتقل هذا شو تسميه هي تحارب الإرهاب ما هو مفهوم الإرهاب هو مفهوم ملتبس وغير حقيقي غير حقيقي مو هذا مفهوم الإرهاب ومن هم الإرهابي يعني منو الإرهابي هو تسمية الإرهابي منو وتعريف الإرهابي منو هذا مطاط كما يشاءون يعني هذا الطفل الآن اللي خارج الآن بالتظاهرة هذا عندهم إرهابي واللي من يدزوا له هذه القوات حتى تعتقله بمفهومه ماذا إرهابي اللي يضربهم يعني هذا اللي يقتل الناس
اللي قتلوا 300 واحد بالتظاهر هذول شنو هذول؟ هذول يعني يدافعون عن الامن الارهابيين اللي يضرب الناس بقنابل دخان مميته وبها غازات سامه شنو هذا؟ شو يسموه هذا؟ ما هو الارهاب هي تمارس الدوله هذه. امريكا مارست الارهاب ضد العراق من احتلت العراق ودمرته وجابت ايران ودخلتها شو يسموه هذا؟ هذا مو الارهاب. فبالتالي كل هذه القوى كانت مهمتها ان تشيع الفوضى في العراق. فوضى سياسيه وفوضى امنيه وفوضى اقتصاديه وفوضى مجتمعيه، هذه الفوضات الفوضى يعني الكبيره هي هذه، هذا المطلوب. فنوري المالكي ساهم بيها، دخل ما اعرف منه، دخل قوى ارهابيه، طبيعي. ما هي الفوضى؟ هم يفكرون كيف تكبر هذه الفوضى، كيف تتوسع، لانه في الفوضى حياتهم، في ضعف للعراق، دمار للعراق، ارتهان لإرادة العراق، وهذا ما يريدوه، أن يستقر العراق وأن تستقر الأمور وأن تسود العدالة والديمقراطية الحقيقية. هؤلاء كلهم يحاسبون وكلهم يدخلون للسجون، لأنه الشعب سيحاسبهم، وهناك مؤسسات ودولة، لذلك لن ينشئوا دولة من 17 سنة لحد الآن. هل في العراق دولة؟ لا دولة. يتحدثون عن ديمقراطية، هل في العراق فعلا ديمقراطية؟ هل في العراق مؤسسات فعلا؟ كذبة كبيرة. فبالتالي هذه فوضى موجودة، وكل ما يقال كل ما يشاع صدقه. نعم، لأنه المطلوب أن الفوضى أن تفقأ بالعراق، لكن كانت مغطاة بدفع العراق إلى الظلمة حتى لا أحد يراها. هؤلاء الشباب سحبوا العراق إلى الضوء، وبدأت الأمور تنكشف بهذا الشكل السريع وهي معروفة. نعم. دكتور، إيران أصبحت للقاصي والداني معروف أنها متدخلة ومرفوضة كذلك عراقيا. إيران الآن تشهد ثورة، تشهد مظاهرات كبيرة، هل تعتقد أن خروج هذه الوثائق من شأنه أن يدخل إيران في مشكلة أخرى، مشكلة سياسية على سبيل المثال، إدخالها في أزمة جديدة بهذه الوثائق التي تدينها وتدين تدخلها في العراق؟ يا أستاذ محمد، هل تعتقد أن العالم لا يعرف أنه إيران مدانة في العراق؟ والله العالم كله يعرف، الجار الإقليمي، كل دول الإقليم، كل دول العالم تعرف أن إيران هي من فعلت هذا في العراق. لكن الكل ساكت عن هذه القضية لأنه العراق محتل أمريكياً، وأمريكا تقول أنه هذا النموذج الرائع اللي صنعته. والآن هذا النموذج الرائع اللي صنعته طلعوا أهل العراق يتظاهرون ضده. فأمريكا يجب أن تغير يعني سياستها، إما أن تترك الأمور وتطلع خلاص وتترك العراقيين هم يصرفوا، وبالتالي هو حكم العراق، حكم الشعب العراقي. يعني أمريكا لن تفعل شيئاً، هذا ما يفعله هو الشعب العراقي، بالتالي الشعب العراقي من سيخلص حقوقه؟ لأن هو يعرف لا أحد يعطيك حقك، أنت تأخذ أخذ، فسيأخذون حقوقهم الشعب العراقي. وهذه انتفاضتهم اللي تحولت إلى ثورة الآن لن تنتهي، لن يستطيعوا إنهاءها. يعني خلص الخطوط الحمراء اللي كانوا البعض يتخوف أنها ستقف هنا، انتهت هذه الآن، راحت بطريق آخر، والآن توسعت مهما تآمروا. يعني جابوا دوائر استخبارية غير أمريكية وغير غير 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 إيرانية، دوائر مثل اللي بسوريا، يريدون شكل النظام مثل سوريا، شلون منو اللي يشتغل، دوائر منا شرقية غربية كلها تشتغل، لن تفيد. هذا الشعب الآن ثورته عارمة. الآن عرف طريقه، والشعب من يعرف طريقه خلاص انتهت القضية، لا أحد يستطيع أن يعني يلعب عليه أو يضلله. سنوات كثيرة وأفعال كثيرة شاهدنا ظلل الشعب، يعني يطلعون مسيرة مليونية ويعبرون الجسر ويدخلون الخضراء وإذا بها لعبة، وبالتالي هذه مل الشعب من عندها، انتهت القضية هذه. الآن يريد وطنه، يريد حياته، يريد يستقر، انتهت، لا يريد الفوضى، ويعرف الأسباب في الفوضى هي هذه الحكومات التي جاءت في إثر الاحتلال وأساس الاحتلال مظلة وإيران. فبالتالي كل دول الدنيا إذا هذه دينها أو ما دينها، لا، كل الأفعال على الأرض تدين إيران، وكل الدنيا تعرف هذا الموضوع. والآن هناك تحول بالرأي العام العالمي، ربما بطيء لكن سيتسارع مع مرور الأيام، وستنكشف قضايا كثيرة، وإيران في قفص الاتهام مثلما هؤلاء، يعني هذول يعني الأجراء لديها اللي يحكمون العراق
مدانين وفي قفص الاتهام كلهم هم سيكونون كذلك. دكتور، الشخصيات التي تحكم الآن لديها وسائل إعلامية ترد من خلالها، والآن أصبحت متجهة أو منذ فترة ليست ببعيدة تهاجم الولايات المتحدة، وليس الموضوع كأنه أن الولايات المتحدة هي التي جاءت بهم. قاسم سليماني هو الحاكم الفعلي للعراق، هذا ما ورد في الوثيقة. بماذا سيردون؟ بماذا سيبررون هذه الوثائق وهذه التسريبات؟ أقصد الحاكمين الآن في العراق. يعني هم قالوا جئنا للعراق لأجل إحلال الديمقراطية، إنزيل نظام دكتاتوري. طيب ما الذي حصل؟ ما هو الآن المواطن، حتى هذا الشاب الصغير اللي طلع اللي ما عاش هاي الفترة وما يعرف لحزب البعث ولا يعرف، ما له علاقة بهالقضية، لأنه ما يقدرون يقولون عليه بعثي، رغم أنه قالوا أنه بعثية والناس ضحكت عليهم. يعني لأنه هذا الشاب لا عرف حزب بعث ولا هم يحزنون، حتى من راح حزب البعث أكبرهم كان عمره 10 سنوات. صحيح. ما له علاقة بحزب البعث، لا إلى علاقة بحزب البعث، ولا عاش ذاك التاريخ ولا إليه. هو عنده واقع حال عاشه بحياته وبدراسته، وشاف أهله شلون يعانون، وشاف وضعه، وشاف الحياة، وشاف من يتخرج يروح يشتغل يفتح له بسطة على الشارع، وإذا أراد يشتغل شلون يدفع رشاوي حتى يعينوه ويضحكون عليه وبوقوه ويسرقوه، وهذا يهينه، وذيك العصابات تأخذ من عنده أتاه، وهذا المواطن، وبالتالي خرج. قالوا أنه جئنا من أجل الديمقراطية وإزالة نظامنا. ما الذي حصل في العراق؟ لكي يحكم قاسم سليمان يحكم العراق، لكي تحكم هذه الأحزاب السارقة النائب الآن الحساب، أنت جيب لي هذه الأحزاب، كل هذه الأحزاب ماذا كانت تملك عام 2003؟ وماذا تملك اليوم؟ بأعضائها، بهياكلها كأحزاب، هذه إذا سميت أحزاب، هي ما لها علاقة بالأحزاب طبعا، إذا طبق عليها توصيف الحزب لا ينطبق عليها، ما لها علاقة بالأحزاب، هذه كذبة كبيرة. بس مع ذلك إذا سميناها أحزاب وقوى وما أعرف شو يسموهم وتجمعات، بغض النظر هذه العملية السياسية كلها، إذا ابدأ معهم من 2003 ولحد الآن، ماذا كانوا يملكون وماذا يملكون الآن؟ أعضاء وهياكل وإمكانات، شيء مهول. طيب وماذا كان يملك العراقيين وماذا أصبحوا يملكون؟ كانوا يملكون مدرسة، كانوا يملكون رحلة يجلسون عليها، كرسي للدراسة، كانوا يملكون صبورة، كانوا يملكون بيت، كانوا يملكون ساحة، كانوا يملكون طريق، كانوا يملكون مستشفى، كانوا يملكون مركز صحي، كانوا يملكون جواز محترم، كانوا يملكون رؤية أخرى، كانوا يملكون أفق المستقبل، بغض النظر عن النظام، أنا أتكلم عن النظام كأفراد. الآن ماذا يملكون؟ لا يملكون سوى الخيبة، لا يملكون سوى الآفاق المغلقة، لا مستشفى، لا مدرسة، لا شارع بخير، لا وظيفة، لا خدمات، لا. طيب شنو الحياة؟ وصلوهم إلى أنه سنويا ينتحرون من العراقيين 600-700 واحد. صحيح. ماذا عالجت الموضوع؟ انظر العلاج لقضية الانتحار. قالوا الناس تذب نفسها من الجسر، راحوا وبنوا سور فوق الجسر حتى لأن هي هاي القضية، هي هكذا تعالج القضية. يعني الناس تنتحر، أنت تروح تعالجها، تعلي السياج مال الجسر حتى الناس وكانوا الوسيلة الوحيدة. يعني هذا المنطق. هكذا حكومة تفكر، هكذا قوى سياسية تقول أنها وطنية وجاءت لخدمة العراق وإحلال الديمقراطية، بهذه الطريقة تفكر، كيف يمكن احترامها؟ هذه الحكومة التي تملك هذه العقلية إلى أين تسير مع المتظاهرين الآن؟ ما الذي تريد أن تصل إليه الآن؟ هي تريد أن تقمعهم من أول لحظة، تريد أن تقمعهم، لا تريد أن تصل إلى شيء. هذه الحديث عن الإصلاحات، ما الشعب يقول لهم إحنا نريد إصلاحات. هم يسمعون هذا الصوت كل سنة ويعرفون الشعب ماذا يريد. الشعب يقول لهم الإصلاح أن تذهبوا. طيب أنتوا تقدرون تحلون نفسكم؟ ما أنتوا أحزاب، شلون تصلحون؟ أنتوا الفاسدين، كيف تصلحون نفسكم؟ كيف تصلحون أوضاع العراق وأنتم من سبب بكارثة العراق؟ شلون؟ ما هي قضية لا يعني ما تركب، يعني 1+1=2، هذا 1+1=1.5 مليون. ما يعني غير معقولة، غير قابلة للتصديق. هي الشعب ثار ضد هذه الطبقة الفاسدة، وهذه الطبقة الفاسدة توعد الشعب أنها ستصلح الأمور. كيف ستصلح الأمور؟ 17 سنة أنتم تسرقون، أنتم تنهبون أشعتم الطائفية والخراب والتدمير، ومزقت المجتمع وما بنيتوا شيء، ومشاريع أهمية، ورهنتوا إرادة العراق للخارج، ولا استقلال ولا سيادة ولا كل شيء. طيب الآن
بعد 17 سنة 5000 وظيفة في فلان. هم مغمسون في الديون الآن. وزير الدفاع يطلع في فرنسا يقول طرف ثالث يقتل. شنو المهزلة هذه؟ وين قائد العام قوات المسلحة؟ وين هذه الرتب اللي ماكو محط رجل على اشتافهم؟ نعم. 200 فريق عندنا. هل مين جابوها؟ هل يمكن وبالتالي ما يعرفون يقولون منو هذا ضربهم؟ منو القناص؟ منو هذه القوى اللي تقتل؟ منو اللي يضرب الدخان؟ شلون استوردتوا هالسلاح؟ يضحكون على الناس طرف ثالث. هل يمكن الاستناد إلى رئيس وزراء يتوسط لخاطفين خطفت قيادته الأمنية؟ هذا جزء من عندها، يعني يخرج القائد العام قوات المسلحة ما يدري من استورد هذا وما يرد على وزير الدفاع، ما يقول من الطرف الثالث من استوردها. نعم وحده، والثانية يطلع يناشد اطلاق صراح مدير عام عنده في وزارة الداخلية برتبة لواء. نعم. يختطفوه بالشارع يناشد. انت من تناشد؟ تناشد قوة تعرفهم، من هذه القوة؟ نعم. قوة ميليشياوية، قول لنا عصابات. اذا هذا البلد ماكو دولة. نعم. اذا لا دولة، اذا رئيس الوزراء القائد العام القوات المسلحة عنده 17 جهاز امني يطلع يناشد، المن تناشد؟ وكما فضيحة العبادي مع المختطفين القطريين سابقا، قضية غريبة عجيبة. انت تناشد، طيب من اختطف لعد واحد من مساحة التحرير وما اعرف وين، مواطن بريء، ابو اللي بيع باقلة، اللي بيع لبلبي، اللي ما اعرف ايش يشتغل في ترشي، هذا منو اليه؟ اذا انت لواء بالشرطة ومدير وتناشد. عام يخطفوه من الشارع، انت تناشد مع المن تناشد؟ تناشد من؟ اذا لا دولة، اذا احنا في فوضى امنية، فوضى سياسية، فوضى اجتماعية، فوضى قراب دمار. من حق هؤلاء أن يزيلوا هؤلاء بكل الطرق، بكل الوسائل. خلاص دكتور، مروجة إعلاميا من قبل مقربين من السلطة أن لو رحل هؤلاء لن يأتي بديل، سندخل في مرحلة مظلمة. وهناك ترويج آخر أن نرضى بالسيء الموجود أحسن من الأسوأ القادم. هذه الكارثة، هذه يعني كل الأنظمة الاستبدادية هكذا تتحدث أنه البديل عنا ترى فراغ وخراب. هذا الفراغ والخراب اللي تحدثون عنه، هذا الشباب اللي عارف أهدافه، عارف شلون يحكم بلده، عارف وين، ويعرف شلون يخلي حكومة مؤقتة تدير البلد ويسوي انتخابات بعد سنة، وشلون يثبت الأمور. المهم أن تخرجوا من عندها، لا تصير فوضى ولا معزون أهل العراق. وهذه حادثة واقعة وحال موجود. عندما دخل الاحتلال لا كانت شرطة ولا كان جيش ولا كانت أي سلطة في البلاد. سنتين أهل العراق عايشين بأمان وكل شيء، من دخلت الميليشيات وصارت حكومات. نعم. بدأت التناحر وبدأت التهجير وبدأت القتل وبدأت التسليب كل هذه كانت ما موجودة. يعني 2003 2004 الشعب هو حامي نفسه ومتعايش ويا روحه، أي مشكلة ما عنده. نعم. ولم تكن هناك لا حكومة ولا أبدا احتلال وسلطة احتلال. نعم. وجنود احتلال يفترون بالشارع ما لهم علاقة، اللي بوق ولينهب خلينهب، ماكو احد. لكن الشعب ثابت في مكانه. نعم. والناس عايشه والمزارع يزرع والفلاح ما شيء يجيب لك والسوق مفتوح، هكذا اهل العراق. نعم. لذلك اقول احسن شعوب الدنيا هذا الشعب العراقي، شعب مبدع، شعب خير، اهله لديهم العقل والرؤيه. نعم. الام فيهم والمتعلم، رؤيه طيبه وجميله ورائعه للحياه، يقدسون الحياه ويحترمون الحياه ويعتبرونها يعني فضل من الله أن أعطاهم هذه الحياة لكي يبنوا بها ويعمروا بها، هكذا أهل العراق. أما حولتوهم إلى هذه الطريقة، إلى شعب واقف بالشوارع وتقتلوه وتضربوه بالرصاص والغازات المميتة، وتريدون صاعلكم وانتظروا من عندنا تعديل قانون انتخاب. أي انتخابات؟ لا يريدكم، أنتم انتخابات مزورة سويتوا بها حكومة، عملاء كلكم إلى الخارج، شو يسوي بكم؟ ما يريدكم. طيب. في سؤال الأخير لك دكتور، ما الذي تعتقده ينقص هذه المظاهرات لتكتمل أو تزداد قوتها في المستقبل؟ هي قوية ولا ينقصها شيء، وأهل العراق كلهم يدعمونها، وستتمدد وتتعمق، وامتدادها وجاوزت كثير من الخطوط الحمر، كثير من المعوقات التي البعض اعتقد أنها لن تتجاوزتها. هي ماضية في صبرها، في ثباتها، في استقرارها، في تمددها ووصولها إلى أهدافها بأسرع ما يمكن. وهؤلاء في كل يوم ازداد، ترى هذه التظاهرات تأكل من جرف هذه القوى، هذه القوى التي لديها عسكر وقوة مسلحة، هذه تنهار ويؤكل من جرفها. والتظاهرات تأكل هذا الشباب الصغير، يأكل من جرف هذه القوى، وسيسقطهم
والأيام القريبة القادمة نعم. وكنا نقولها يرونها بعيدة ونراها قريبة، قريبة جدا. وهذا الجيل الجميل اللي مصر على أن يسترجع وطنه سيسترجع وطنه نعم. ويعرف كيف يحكم وطنه وكيف يخلق نظام جديد جميل عراقي وطني يقدر أهله ويحترم أهله ويحترم كيانهم ويحترم رؤيتهم ومو صعبة. وأهل العراق أهل حكم وأهل خير وأهل رؤية سديدة. هؤلاء يعني يعبثون عندما تقول سنذهب إلى الفراغ، يا دستوري هذا الدستور لا نريده ولا نريد فراغكم الدستوري. أهل العراق يعرفون كيف يجدون دستورهم وقانونهم وحكومتهم وهذا الرحم العراقي واللاد. وإذا بي خونة مجاميع قليلة فالغالبية العظمى هم أهل وطن وطنيين ومحبين للعراق. شكرا جزيلا لك الدكتور رافع الفلاحي الباحث والكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في الاستوديو. مشاهدينا الكرام كذلك نشكر الناشطة المدنية الدكتورة ذكرى عبد الصاحب، كانت معنا من بغداد عبر الهاتف. وأشكركم شكرا جزيلا لمشاركتنا ومتابعتنا في هذه المتابعة الخاصة. شكرا لكم وإلى اللقاء.